ننتقل بقى مشاهدينا للخبر اللي بعد كده. الخبر بيقول مجلس الدولة يتلقى قرار فرض ضريبة مؤقتة على الدخل، المدة هتكون لثلاث سنوات. يعني طبعا تفاصيل الخبر بتقول مجلس الدولة تلقى خطابا من مجلس الوزراء تضمن تعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتحديدا في هذا القرار فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل لمدة ثلاث سنين بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من الإيرادات الخاصة للضريبة على الدخل. يجوز الممول أو المواطن الخاضع للضريبة المنصوص عليها في هذه المادة أنه يطلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين مشروعات اللي إن شاء الله هيتم تجديدها وهيتم إصدارها طبعا، هيكون هناك تفاصيل عن هذه المشروع من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي في المجالات التعليمية أو الصحية أو الزراعية أو السكنية أو حتى البنية التحتية. طيب معنا دلوقتي على التليفون أستاذ صلاح جودة الخبير الاقتصادي. أستاذ صلاح جودة أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك يا هلا. أهلا بحضرتك. يعني إيه ضريبة بتفرض على دخل المواطن لمدة ثلاث سنين؟ هنا في شوية مخاوف يا فندم. طيب نعم، باختصار شديد هو يقصد بيها ايه؟ ان الراجل اللي جمع دخله اكتر والفرد الطبيعي مش الفرد الاعتباري، ما اقدرش اعمل على الشركات لان ارباح الشركات بتتقسم على افراد. يبقى الراجل اللي دخله من الافراد من مليون جنيه في السنة نفرض عليه 5%، يعني معناه ياخد منه 50,000 جنيه. نعم، دوت لمدة ثلاث سنوات. دي هتقابلنا بعدة مشاكل، من الممكن الطعن بعدم دستوريته، دي واحد. اثنين، السؤال بقى الثاني المهم جدا. انا النهارده الراجل دوت انا هدفع ال 5% ديت، طب ما انا هاخدها صلاح صاحب ايه؟ ومصنع شرابات مثلا. تمام؟ طب ما صلاح هيغلي بعد كده قيمه الشرابات دي بنسبه ترتفع الاسعار على كل الناس اللي موجوده، يبقى ما عملناش حاجه. صحيح. يبقى هنا الصح ايه على دي؟ الحاجه الثالثه، الحصيله دي كلها هتجمع قد ايه؟ دي كتير قوي، 3 ل 3.5 مليار جنيه في السنه. السؤال بقى الثاني، طب انا عاوز فلوس الحكومه من حقها تحصل على حصيله تساعدها، نقول لهم في طرق اخرى نستطيع بها ان احنا نجيب حصيله وطرق قانونيه موجوده. مصر ليها متاخرات ضريبيه تبلغ 64 مليار جنيه عند الناس. لو انا عدلت كلمه واحده في القانون، كلمه واحده هي سداد الضريبه نقدا، نكتب او عينا. او عينا معناها هياخد اسهم من الشركات دي، بقى الحكومه السطحيه عندها محفظه تقدر تحط فيها اسهم شركات على الاقل ب 50 55 مليار جنيه الصبحيه، تنزلهم البورصه، ننشط البورصه وخلافه. في حاجه ثانيه مهمه جدا، انا عندي اقتصاد سر النهارده حوالي 1600 مليار جنيه في السنه. 1600 مليار جنيه يعني حوالي 65 ل 70%. لو انا دخلته عندي ودخلته بطرق كويسه ومع الناس وساعدتهم وانهم اتعمل لهم تامينات اجتماعيه وتامين صحي وتدريب وخلافه. ال 160 مليار ال 1600 مليار جنيه اللي موجودين لو شريحه ضريبه 10% ادي 160 مليار جنيه جولي. هنقول شريحه، اول شريحه نعملها 5%، يبقى انت بتجيب 80 مليار جنيه الصبحيه. بعد ما اعمل دولت اجيب ال 80 مليار واجيب 50 60 مليار دولت، ابتدي اقعد بقى واعمل الضرايب التصاعديه اللي موجوده، يكون كل المجتمع الضريبي اتوسع، احنا خدنا فيه فلوس نقدر نشتغل ضريبه تصاعديه موجوده. طيب يعني استاذ صلاح حضرتك برضو ضد هذا الاجراء ولا مع، بس مع اجراء هذه التعديلات اللي حضرتك اضفتها؟ لا، مع اجراء التعديلات. نعم، مع اجراء هذه التعديلات. طيب هذه الرؤيه، رؤيه يعني من خلال حضرتك ما طرحت تحتاج للمناقشه علشان نقدر نقول هذه رؤيه جيده ولا لا، حضرتك وصلتها لاي حد من المسؤولين يا فندم ولا حضرتك اتفاجئت زينا دلوقتي بهذا القرار رغم ان هو كان سنه 2005؟ بعتناها لرئيس مصلحه الضرايب وهو يتولى، والسيد وزير الماليه. تمام. طيب هل هناك، هم شافوا ان حكايه ان احنا نعدل في القانون كلمه واحده هم موافقين عليها وشايفينها انها حاجه جيده يعني. طب استاذ صلاح هل هناك يعني توقع بان يكون هناك يعني رغم كل التعديلات ان شاء الله اللي هيتم يعني صياغتها على هذا القرار ان يكون في مواطنين مصريين يعترضوا؟ في امكانيه للاعتراض يا فندم ولا لا؟ مفيش حد يعترض، بس هو المشكله في حاجه، هو مش هيعترض، بس تعالى يا عم، من الممكن ان هو يغلي اسعاره على السلع والخدمات بتاعته. انا عاوز يبقى في نوع من انواع العداله، اخد يعني، انا في ناس موجودين في مصر بتكسب ملايين كل شهر، ده مش داخل المنظومه خالص،
مش انا ادخل ده الاول المنظومه وبعد كده نقعد كلنا نتحاسب ونشوف الضرائب التصاعديه ايه؟ يعني يصلح ان حضرتك بتشتغلي طول النهار وما بيدكوش راتب. طب انا عايزه اسمع من حضرتك استاذ صلاح. وبتاخد راتب اكبر. طيب استاذ صلاح جوده، انا بس عايزه اسمع من حضرتك الخلاصه في هذا الامر، ماذا يجب ان يتم اذا كنا هنبدا بالفعل ان احنا نفرض ضريبه مؤقته على الدخل، وزي حضرتك ما قلت مش على اي شريحه، دي هتكون على الشركه باكملها اللي بيكون يعني ربحها في السنه يوصل لمليون جنيه، الصياغه الكامله تكون لا ازاي؟ هو بيصرف على الشركه معلش، بيفرض على دخل الفرد الطبيعي، ما يقدرش يفرض على الشركه، هو فرضه على الشخص الطبيعي، صلاح حضرتك علي محمد كده. نعم نعم. طيب انا بس عايز اسمع من حضرتك المحصله النهائيه، الشكل النهائي المفروض انه يكون عليه هذا الوضع يكون ازاي؟ الشكل النهائي يكون يفرض الضريبه ديت دي واحد، اثنين يحصل الضرائب المتاخرات بتاعته، ثلاثه يدخل الاقتصاد السري، الثلاث اجراءات يبقى مع بعضيه ويبقى ده نوع من انواع العداله الاجتماعيه. نعم بشكرك شكرا جزيلا استاذ صلاح جوده الخبير الاقتصادي، شكرا يا فندم لحضرتك.